بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بيكم حبايبي طلاب جريد 4 أبطال جريد 4. النهاردة إن شاء الله هنبدأ نشرح ليسون 2 في الكونسبت نمبر 2.2 في يونت 2. يلا بينا نبدأ على بركة الله. أتمنى لو أول مرة تشوفوا قناتنا دكتور ساين صفاء الاشتراك معنا في القناة ولايك على الفيديو. لو ليكوا أي سؤال اكتبوا لي في الكومنتس وهرد عليكم. يلا بينا جريد 4 اكتيفيتي نمبر 4. بيتكلم عن ايه اكتيفيتي نمبر 4؟ عن انرجي بيزك، يعني اساسيات الطاقه. تعالوا نشوف كده الصوره دي. observe this picture then put right in front of the bodies that have energy. عايزك تحط علامه true، علامه صح، عند الصوره اللي فيها اجسام عندها انرجي. تعالوا نشوف الولد دوت راكب البايسكل بتاعته، هل هو عنده انرجي عشان يقدر يسوق البايسكل دي؟ That's true، يبقى هنكتب هنا true. هنا الاولاد بيلعبوا في الجنينة، هل هم عندهم انرجي عشان يجروا ويلعبوا؟ طبعا عندهم انرجي، That's true. طيب from the previous concept you have learned that there is relation between. احنا اتعلمنا في الدروس اللي فاتت ان في علاقة ما بين حاجة اسمها energy اللي هي الطاقة، وحاجة اسمها force اللي هي القوة، وحاجة اسمها work اللي هو العمل اللي انت بتقوم بيه. افكركم عن طريق الصورة دي اللي احنا شرحناها المرة اللي فاتت. قلنا الشاب دوت طبعا صحي فطر ونزل عشان يسوق العربية بتاعته، لقى البطارية بتاعته نايمة فنزل عشان يزق العربية. طبعا هو فطر الصبح فالفود موجود في الاستومك بتاعته هنا في معدته. الفود طبعا دوت اداله ايه؟ اداله انرجي، يبقى الاكل اللي اكله اداله انرجي. طب الانرجي دي يا ولاد شكلها ايه؟ كيميكال انرجي. كيميكال انرجي يعني طاقة كيميائية ناتجة عن الفود اللي هو اكله. مش الفود ده عبارة عن عناصر كيميائية ومواد كيميائية، فالانرجي اللي هو حصل عليها هي طاقة كيميائية، كيميكال انرجي. احنا بنختصر وبنقول عليها انرجي. طيب الانرجي اللي جوه جسمه ده نتيجة ان هو اكل الفود تبدأ تتنقل من جسمه لعضلات ايده. هتتنقل على هيئة ايه بقى؟ هتتنقل على هيئة فورس، الرمز بتاعها اف، فورس. يبقى الانرجي اتنقلت من جسمه على هيئة فورس اللي هي في عضلات ايده، اللي هيبدأ يستخدمها عشان يعمل بوش للكار ويخليها تتحرك. مجرد ما الكار دي هتتحرك وتمشي لقدام لازم يحصل موفينج، يعني لازم تتحرك. يبقى هو كده عمل work، عمل جهد. لو العربية ما اتحركتش يبقى هو ما عملش جهد. لو العربية اتحركت يبقى هو عمل جهد. زي ما قلنا برضو لما يكون انت مثلا العربية عطلانة معاك وعايز تزقها وتجيب مجموعة من الشباب يزقوا، لو زقوا العربية والعربية ما اتحركتش تقول لهم هو انتوا عملتوا حاجة؟ انتوا ما عملتوش work. عشان الواحد يعمل work لازم يحصل moving، لازم الاوبجكت ده يتحرك. يبقى دلوقتي الانرجي اللي جوه البودي اتنقلت على هيئة force في عضلات ايده، استخدمها في عمل بوش، بدأت الكار تتحرك، فهو كده عمل work. دي العلاقة ما بين كلمة energy و force و work. تمام. Force is the effect that changes energy to make it able to do work. الفورس هو التأثير اللي بيحول الانرجي، هي الانرجي اللي جوه جسمه، عشان يخليه قادر انه هو يعمل work. تمام. طيب تعالوا بقى من الكلام اللي احنا قلناه ده نعرف الديفينيشن بتاع كلمة energy والديفينيشن بتاع كلمة work. الانرجي الطاقة، it's the ability to do work، هي القدرة على عمل شغل، or cause change، او ان انت تعمل تغيير. يبقى اول ما يقولك في scientific term it's the ability to do work or cause change، القدرة على عمل شغل او ان انت تعمل تغيير، ده تعريف الانرجي. تمام، كلام جميل. طيب الورك بقى، الورك اللي نتج ده هو عبارة عن الفورس. الورك اللي نتج ده هو عبارة عن الفورس. يبقى الورك هو في الاساس الفورس. الفورس اللي عملت ايه يا ميس؟ that causes an object to move a distance، اللي تسببت ان الاوبجكت ده يتحرك مسافة. يبقى الورك اللي نتج عندنا ده في الاساس هو عبارة عن فورس، الفورس اللي تسببت ان الاوبجكت يتحرك مسافة. يبقى الورك
It's a force. أول ما يقول لك scientific term, it's a force that causes an object to move a distance. القوة اللي بتسبب إن الأوبجكت يتحرك لمسافة. يبقى ده على طول الديفينيشن بتاع الورك. نحفظ الديفينيشن ده كويس جدا يا ولاد. نقول كمان energy it's the ability to do work or cause a change. الwork it's a force that causes an object to move a distance. تمام؟ كلام جميل. تعالوا بعد كده example to show the relation between energy and work. احنا عايزين نعرف ايه العلاقة ما بين الاتنين دول ببعض. هل في علاقة ما بين الانرجي وما بين الورك؟ طيب وين فوتبول بلاير كيكا بول. ادي لاعب كرة القدم عمل ايه؟ عمل كيك، شاط الكرة. The force of his kick caused the ball move in a different direction. القوة اللي موجودة نتيجة خبطة بتاعت رجليه للكرة خلت الكرة تتحرك في different direction. طيب thus the player does work. يبقى هو البلاير عمل ايه؟ عمل work. احنا قلنا الwork هو الفورس اللي بتستخدم عشان نعمل للأوبجكت موف. هو دلوقتي حرك الكرة مسافة يبقى هو عمل وورك. طيب and he consume energy وهو استهلك الانرجي اللي موجودة في البودي بتاعه. that he hold obtained from food. الانرجي دي حصل عليها من الفود. كلام جميل. to move his leg. يعني باختصار الولد حصل على الطاقة على الانرجي من الفود اللي موجود في معدته جوه هنا. طيب استخدم الانرجي ده عشان يعمل كيك للبول. فلما عمل كيك للبول الانرجي اللي استخدمها وعمل كيك للبول اتحولت لايه؟ لورك، نتيجة ان البول دي مشيت مسافة. يبقى هو كده عمل وورك. So the work done by this player causes the ball to move. الورك اللي هو عمله اللاعب ده سبب ان الكرة دي يحصل لها move. تمام؟ تمام. طيب هنا هنتكلم facts about energy، حقائق عن الانرجي. عايزة افكركم بالقانون اللي احنا قلناه المرة اللي فاتت لان هنتكلم عنه كتير في الليسونز اللي جاية. القانون كان بيقول energy conservation law، اللي قانون حفظ الطاقة. هو عبارة عن ايه يا ميس؟ بيقول all forms of energy cannot be destroyed or created from nothing. الطاقة لا تفنى ولا تستحدث من عدم. but only transferred or transformed، لكنها فقط بتنتقل او بتتحول from one form to another، من صورة لأخرى. يعني باختصار يا ولاد الطاقة لا تفنى ولا تستحدث من عدم. يعني ما تجيش تقول لي الطاقة راحت، لا، الطاقة بتتحول من صورة لصورة أخرى لكن ما بتروحش، وفي نفس الوقت احنا ما نقدرش ان احنا نخلقها. تمام؟ ده القانون بتاع حفظ الطاقة. يبقى احنا دلوقتي هنتكلم عن تحولات الطاقة من صورة إلى صورة أخرى. energy can be stored and changes from one form to another. اهو هيتكلم لك عن تحولات الطاقة، ان الطاقة بتتحول من صورة لصورة اخرى. الاكزامبل بتاعنا ادي ولد ماسك الكورة في ايده. when you hold a ball، لما تكون انت ماسك الكورة it's stored potential energy، فيها potential energy. يعني ايه potential energy؟ يعني طاقة وضع، يعني طاقة ساكنة، ساكنة كامنة مستخبية جوه الكرة دي. تمام؟ يبقى في potential energy. when you let it fall down، لما تسيبها تسقط على الأرض، اهي نزلت من ايدك على الأرض، the ball is moving، الكرة هتتحرك. يبقى دلوقتي ايه اللي هيحصل؟ ال potential energy اللي كانت متخزنة جوه الكرة، اهو potential energy stored in it، changed into كاينيتك انرجي، اتحولت لكاينيتك انرجي. يبقى الكرة دي جوه منها بوتنشال انرجي. بس خلوا بالكو احنا قلنا في شرط مهم جدا جدا، عشان الحاجة يكون فيها بوتنشال انرجي لكن لازم تكون موجودة على بعد هايت، يعني ديستانس، اهو هايت from the earth او from the ground. يبقى لازم تكون على بعد هايت ارتفاع او تكون على بعد مسافة، ان شاء الله حتى سنتي.
يبقى كده هي عندها potential energy. لكن لو ما فيش height، الهايت بتاعها زيرو، يعني الكورة موجودة على الأرض هنا، ما يبقى ملهاش potential، يبقى البوتنشال انرجي بتاعها بزيرو. يبقى لازم تكون الكرة على ارتفاع، على بعد مسافة من الجراوند، وهو مسكها في ايده فهي على بعد ارتفاع اهو، فهي عندها potential energy. لما وقعت من ايده على الارض اتحركت، فالبوتنشال انرجي على طول اتحولت لكاينيتك انرجي. تعال نشوف الكلمات في basics اساسيات، work يعني شغل، relation علاقة، consume يستهلك، facts حقائق، hold يمسك، store يخزن. تعالوا نشوف الاكزامبل التاني بقى مع بعض. اكزامبل نمبر 2. الاكزامبل نمبر 2 بيقول لنا we cannot see most forms of energy، معظم اشكال الطاقة انا مش بقدر اشوفها. we can see and measure that energy can do، لكن بقدر ان انا اشوف واقيس اللي بتقدر تعمل هن الانرجي. يبقى اشكال الطاقة الاساسية انا مش بقدر اشوفها، لكن بقدر اقيس التأثير بتاعها. تمام؟ زي مثلا ايه يا ولاد؟ we cannot see most forms of energy. هنقول اختصار لاشكال الطاقة S T E C. stick، كلمة stick. الاس دي للساوند انرجي، ادي الساوند انرجي، كلمة stick الاس ساوند انرجي. التي ثيرمال انرجي، الاي الكتريكال انرجي. طب السي، السي بقى كيميكال انرجي اللي موجوده جوه جسمنا نتيجه الفود، او الكيميكال انرجي اللي بتبقى موجوده في الباتريز البطاريات. يبقى كلمه ستيك دي اختصار اشكال الطاقه ساوند ثيرمال الكتريكال كيميكال. طب تعالوا نشوف كده الساوند انرجي. انت لما بتشغل كده السماعات عشان تشغل لك اغنيه او تشغل لك اي صوت، هل انت تقدر تشوف الساوند انرجي؟ لا طبعا مش هقدر اشوفها، كان نوت سي. طب الثيرمال انرجي، هل انت تقدر تشوف الثيرمال انرجي؟ لو لا قدر الله جسمك سخن، انت بتقدر تشوف الحراره اللي خارجه من جسمك ولا احنا بنحسها؟ لا مش هقدر اشوفها. طيب الالكتريكال انرجي اللي موجوده جوه اسلاك الكهرباء، جوه الواير، هل انت بتقدر تشوفها؟ لا مش بقدر اشوفها، بس بتحسها عن طريق المفك. لما الراجل عمه بتاع الكهرباء بيحطها في سوكت الكهرباء بيلاقي المفك بينور، بيعرف فيه الكتريكال انرجي. طيب الكيميكال انرجي اللي بتنتج عن الفود اللي انت بتاكله جوه جسمك، هل انت بتقدر تشوفها؟ لا يا ميس انا مش هقدر اشوفها، بس انا بحس بيها عن طريق لما باكل، باخد طاقة، باخد كيميكال انرجي من الفود، بقدر ان انا ابذل جهد واعمل work. يبقى دلوقتي اشكال الطاقة كان not be seen، لكن اقدر اعمل لها measure واشوف اللي هي تقدر تعمله. الاكزامبل بتاعنا يبقى هنا we can see and measure that what energy can do، انا بقدر اشوف واقيس اللي بتقدر تعمله الطاقة دي، انما الطاقة نفسها انا مش هقدر اشوفها. الاكزامبل بتاعنا when you push a wooden box، عندك صندوق خشبي اهو، والولد بيعمل له ايه؟ بيعمل له push، بيدفعه للامام كده. تمام؟ كلام جميل. and this box move، والصندوق اتحرك له قدام. This means that the energy transferred، خلي بالك الانرجي قلنا بتتحول من صورة لأخرى أو بتنتقل من صورة لأخرى. الانرجي transfers from you، الطاقة اللي عندك أهو جسمك فيه انرجي عشان انت واكل وفطران، الانرجي اتنقلت منك to the box، راحت للبوكس. and also can be measured through the distance that the box move. طب الطاقة اللي اتنقلت منك راحت للصندوق ده، انت هتقدر تشوفها؟ لا انا مش هقدر اشوفها. امال انا هعرف ازاي ان في طاقة راحت للصندوق؟ عن طريق ان انا بقيس الديستانس، المسافة اللي الصندوق اتحرك له. الصندوق اتحرك مسافة طويلة، يبقى انا عندي انرجي كبيرة اديتها له، فقدرت ازقه مسافة طويلة. لو اتحرك مسافة صغيرة يبقى الانرجي اللي موجودة جوه جسمي صغيرة، فهو خد طاقة صغيرة فاتحرك مسافة صغيرة. يبقى انا مش هقدر اشوف الانرجي، لكن هقدر اقيسها عن طريق الايه هنا في الاكزامبل بتاعنا ده، عن طريق الديستانس ذات ذا بوكس موف. تمام؟ تمام.
تعالوا بقى نعمل check your understand مع بعض. Complete the following sentence. Number one, the ability to do work is known as. القدرة على عمل شغل اسمها ايه؟ مين الشاطر اللي هيجاوب معانا؟ Ability to do work اسمها يا ميس energy. هنكتب مع بعض كلمة energy. 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 كلام جميل. Number two, the force that causes an object to move a distance is known as. الفورس اللي بتخلي الاوبجكت يتحرك مسافة دي اسمها ايه؟ تعريف ايه؟ The force that causes an object to move a distance ده تعريف ال work الشغل. Work هنكتب work لسه احنا قايلين التعريفين اللي قلنا عليهم حفظ. قلنا ال force that causes an object to move يبقى انت كده عملت work. والاولانية ability to do work ده تعريف ال energy. تعالوا بقى right or wrong. Number one, energy doesn't change يعني مش بتتغير from one form into another. مش بتتغير من صورة لأخرى. خلي بالك من كلمة doesn't دي حط تحتها مليون خط. هل الانرجي يا ولاد مش هتتغير من صورة لأخرى؟ wrong طبعا. احنا هناخد في الليسون اللي جاية اشكال تحولات الطاقة. ازاي الطاقة بتتحول من صورة لأخرى واشكال كتير للتحولات بتاعتها. طيب number two, when you push a wall يما انت دلوقتي عندك حيطة اهي وواقف قدام منها عمال تزق في الحيطة. ادي اهي الحيطة وانا عمال ازق في الحيط ازق في الحيط اهو. هل الحيطة دي هتتحرك؟ this wall doesn't move. الحيطة مش هتتحرك. this means that you do work ده معناه ان انت عملت work. لا طبعا الwork مرتبط ان الحاجة يحصل لها movement. طالما مفيش movement يبقى هنا مفيش work. يبقى دي wrong. Number three, person who pushes a car forward. شخص بيزق العربية لقدام and this car move والعربية اتحركت. This means that the person consume energy. الشخص ده استهلك energy. اه طبعا استهلك الانرجي اللي موجودة جوه جسمه وقدر يزق وقدر يعمل work. That's true. كده خلص الدرس بتاعنا بتاع النهارده. اتمنى لاول مره تشوفوا قناتنا دكتور ساين صفاء الاشتراك معانا في القناه, لايك على الفيديو, تفعيل زر الجرس عشان يوصلكوا كل فيديو جديد, اعملوا مشاركه للفيديو مع اصحابكم عشان يستفادوا زي ما انتوا استفدتوا. المره الجايه ان شاء الله هنشرح اكتيفيتي نمبر 5 كاينيتيك اند بوتنشال انرجي. كانت معاكم دكتوره صفاء شعلان. باي باي.